من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه، قال لهم كده: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أنه هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. وقال للتلاميذ كده: الحصاد كثير، الفعلة قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. الجزء ده البرنامج عنوانه حياة الخادم، إزاي ربنا عايز يعد خدام يستخدمهم في حصاده، يستخدمهم لجمع النفوس المشتتة والبعيدة إلى ملكوت السماوات. أصلي إن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا حول حياة الخادم والأبعاد المختلفة. وقفنا في الحلقات الماضية عند ما نسميه فلسفة المنهاج. المنهاج اللي بدون فلسفة تشرحه وتزيده فهما وعمقا بتخليه مبعثر. فتكلمنا أننا عندنا لفلسفة هذا المنهاج على الأقل في 7 حاجات مهمة لازم نبقى فاهمينها بتساعدنا أن نستوعب إيه المنهاج ده، وبعدين هنتكلم عن إزاي نقدر نستخدمه. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الخط القرمزي، أنه الله والحب، الوجهين دول هما الخط القرمزي في منهاج مدرسة المسيح. تكلمنا عن مركزية الله ومكانته، لكن هنا بنتكلم أن الحاجتين دول الله والحب هما الاثنين ماشيين مع بعض في كل العناصر بتاعة هذا المنهاج، واللي بتوري أني ما عنديش تضارب، ما فيش في حتة غيرت رأيي في مين هو ربنا، غيرت رأيي في إيه هي الوصية. أن اللي بيجمع الحاجات دي مع بعضها وبيبين أن ما فيش أي تناقض في أي جزء من الأجزاء ديت، أن الخط القرمزي من هو الله، معرفة الله، والحب كالوصية الأولى والعظمى. نيجي للحاجة الأخيرة في فلسفة هذا المنهاج اللي احنا بنسميها تكامل الأبعاد. تكامل الأبعاد، إن فاكرين في نمرة 1 قلنا، أو نمرة 2 قلنا، المنهاج لازم يكون واضح متسلسل شامل بيغطي الجوانب المختلفة بتاعة حياتي. فبقول كده الحقيقة متكاملة، ده اللي الكتاب عايزني أعرفه في الواقع العملي. في المدرسة دي بنشوف الصورة دي اللي قدام حضراتكم، إن في القلب زي ما قلنا الله قوانينه، وقلنا قوانينه دي حاجة مهمة أوي لأن دي اللي بتشرح وبتفك كل الطلاسم وبتجيب على كثير من الأسئلة. وبعدين وأنا، ربنا وأنا والقوانين اللي بتربط علاقتي بنفسي وعلاقتي بالآخرين. في ضوء ده بنشوف بقى بنغطي إيه التلاتة دول بيمشوا معانا في الدايرة اللي موجودة ديت. علاقتي مع الله، التلاتة دول بيشرحوا بقى علاقتي مع ربنا في مبادئ لا أنا بالمسيح وعلاقة والمبادئ العلاقة والصلاة وقراءة الكتاب. فأنا عندي 3 موضوعات بيدوروا في الجزء ده، علاقتي مع ربنا بيشرح لي الكونتنت، المحتوى والطريقة والأسلوب والوسيلة. الوسيلة هي الصلاة، الصلاة هي الوسيلة، الكتاب هو الوسيلة اللي بقدر بيها أعيش المبادئ ومارس المبادئ بتاعة العلاقة. اللي أنا بالمسيح هي الاختبار بتاعي، هي القرار اللي بيخليني أعيش المبادئ دي ومارس الوسيلة دي بطريقة صحيحة. فالعلاقة مع الله، وبعدين برضو القلب ده بياخدني لعلاقتي مع نفسي عشان يصالحني مع نفسي وأعرفني إيه الموروث وإيه المكتسب، وإزاي المكتسب ده جا منين، من عدم الحب وتشوه الحب، وإزاي العلاج ربنا بيرجعني تاني للصورة الصحيحة، مخلوقين على صورته، عشان أعيش الإنسان الذي دعاني الرب أن أكون. وبعدين برضو اللب ده بياخدني للعلاقة مع الإخوة، مع المؤمنين. المؤمنين دايرتين مهمين، العيلة والكنيسة، والاثنين دول من نفس النوع، العيلة والكنيسة من نفس النوع، لأن الكنيسة هي عائلة الله، والبيت الصغير هو عائلة الله، الأسرة الصغيرة. أنا عايز ربنا هنا وعايز ربنا هنا، وعلى شاكلة هذا ستكون تلك.
فالعيلة والكنيسة هي العلاقة مع الإخوة مع المؤمنين، وبعدين بياخدني العلاقة مع غير المؤمنين، وده الماجوريتي من العالم اللي احنا بنعيش فيه. ودوري ايه؟ دوري اني احبهم، احبوا عدائكم، باركوا عليك، احسنوا مضي، صلوا لاجلي، ومش بس كده، وشهدوا عنه وكلموهم عني واذهبوا للعالم وكرزوا بالانجيل. فبيتكلم عن علاقتي مع غير المؤمنين، وبعدين بيتكلم عن علاقتي بالمجتمع، بلف دوت جوه هذا الغير المؤمنين في المجتمع اللي انا عايش فيه. المجتمع دول حاجتين، دايرتين مهمين جدا، دايره العمل المارك بليس والدوله، دول الحاجتين اللي بحتك بيهم في المجتمع، دول الحاجتين الرئيسيتين، صح؟ العمل والدوله، المارك بليس والجوفرمنت والدوله. والكتاب كلمني ايه المبادئ اللي بتحكم هذه العلاقه مع، فبيكلم اكرموا الجميع، اعطوا لكل واحد حقه. عندنا مبادئ موجوده في الكتاب بتقول لي ايه اللي في العلاقه مع العمل. لسه قريب في الكنيسه خدنا اسبوع كامل عن العلاقه مع العمل، وازاي الستيوردشيب والوكاله، وازاي ان ده العمل عباده يعني بالعربي كده. المهم يعني فالعمل والدوله، اخضعوا، ويعني ايه نخضع، والى اخره. وبعدين العلاقه مع العدو، عدو الخير. وانا قصدت في حلقه من الحلقات اني اقول الحكايه دي، ان في احد المحادثات الشر ليس هو الشرير، الشرير هو العدو، لكن الشر هو الشر، واحنا بنعمل الشر، ها، مش بس ابليس بيعمل الشر. فلو الذي يصنع الشر هو الشرير يبقى كلنا الشرير، في اشرار لأنهم يفعلوا الشر، لكن الشرير ده عدو الخير. لكن هناك فرق بين الشر والشرير. فالعلاقة مع العدو رئيس هذا العالم. هو بقى رئيس هذا العالم ليه؟ مش لما سقط. الناس يقولك هو سقط فبقى رئيس هذا العالم، لما سقط ربنا بعته للأرض فبقى رئيس هذا العالم. دي مصيبة، ربنا نصبه رئيس لهذا العالم. يعني مش عارف برضو جات الفكرة دي منين، حد قالها لي كده يعني، فبقول برضو مش عارف منين بيجيبوا الأفكار الفولكلورية ديت. لا، هو لما سقط، سقط من محضر الله وحفظه الله في ظلام للقيود لليوم الدينونة، بيكلم كده يهوذا. فواضح مكانته فين من ساعة ما سقط، مش لما سقط إلى الأرض والأرض كانت حلوة قوي بعد نزل الأرض خربها. برضو بقى مش عارف جايبين منين الفولكلور دوت. ماشي، احنا هنكمل يعني. فاهم؟ هو بقى رئيس هذا العالم لما البشر أخطأوا وانتخبوه. فالذي أقامه رئيس هذا العالم هم مين؟ البشر، مش ربنا. ها، مش ربنا يقول لك عمله رئيس لهذا العالم بعدين عايزنا، لا، احنا اللي عملناه رئيس لهذا العالم. فبنشوف ان المنهاج ده بيغطي الجوانب ديت، وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت في خط قرمزي بيربط الحقائق دي بعضها مع بعض، مرتبطه بالله ومرتبطه بالقانون الادبي بتاعه اللي هو الحب. احنا حاطين هنا انا لان انا فرع دايما داير في كل الدوائر ديت، في علاقتي مع الله، في علاقتي مع الناس، في علاقتي مع الآخرين، في علاقتي مع غير المؤمنين، في علاقتي مع المجتمع، في علاقتي مع العدو. أتمنى أن الصورة كده تكون اكتملت لدينا، لتكونوا كاملين غير ناقصين، لنحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. هي دي الفكرة اللي بيقولها الكتاب، كونوا كاملين لنحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. ربنا مش عايز نص نص، مش عايز نص نص. احنا ليه بنرضى بالنص نص؟ ربنا عايز نعيش الحق في كل جوانبه، ونستمتع بالنصرة ديت، ان انا في العالم، وزي ما كنت بوعظ قريب في الكنيسة، لسنا من العالم لكننا مرسلين الى العالم. فرق ما بين في العالم، من العالم الى العالم. وفي كل الدوائر ديت عندنا من الحق ومن الحقائق ومن النور ومن النعمة ما يجعلني أستطيع أن أعيش كلمة الله في دوائر الحياة المختلفة. وطبعا زي ما أنتوا شايفين بتلف بالطريقة اللي احنا حطيناها ديت، العلاقة مع الله بتصلح علاقتي مع نفسي، بتصلح علاقتي مع الإخوة، بتشكل حياتي مع غير المؤمنين اللي جواها المجتمع بصورته العمل والدولة، وبتساعدني ان اقدر اعيش النصرة على عدو الخير. واضحة الدائرة دي؟ عشان كده السهم لافف بالطريقة ديت. اي اسئلة؟ اي اسئلة في كل فلسفة هذا المنهاج، السبع نقاط اللي تعرضنا لهم دول اللي بتشرح ايه المنهاج ده؟ عايز يعمل ايه؟
تفضل. عايز بس يا سيس لان احنا دلوقتي بنعمل مفاهيم جديده يا راجل. عايزين دلوقتي بنعمل مفاهيم جديده. ماشي من 15 سنه. يعني اتفضل اتفضل حضرتك. ماشي ماشي ماشي. طيب بالنسبه لي هل المسيح كان تحت سلطان رئيس هذا العالم؟ وايه الادله اللي احنا اللي نصبناه رئيس هذا العالم؟ والمسيح قال او يوحنا قال ان رئيس هذا العالم ات وليس له فيها شيء. المسيح قال. فهل هو كان تحت سلطان ابليس في وقت من الاوقات ولا لا؟ اكيد لا. كل من ليس من العالم ليس تحت سلطان رئيس هذا العالم. فانا قبل الايمان كنت من العالم، فكنت تحت رئيس سلطان هذا العالم. لما بقيتش من العالم زي ما المسيح من العالم، فانا لست تحت سلطان رئيس هذا العالم. والايه اللي انت قريتها بيقول رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيا شيء. ما عندوش حاجه عندي، ملوش حاجه عندي. انا لما شرحت دي اكتر مره قصه جحا، عارفين جحا؟ فاهم؟ عارفين جحا؟ باع الشقه بتاعته ولا الكوخ بتاعه، وبعدين ساب صوره جوه. لا صوره فيها مسمار، يعني بسميناها مسمار جحا. وبعد ما باع كل شويه يخبط ويروح للناس بيقول لهم اصل الصوره دي بحبها اللي متعلقه على المسمار ده، فانا احب بس ايه يعني اصل دي صوره ابني مش عارف ولا صوره ايه، واحب بس ادي فكره يعني امامها شويه كده. فيقعد بقى يفطر ويتغدى وحاجات زي كده، وبعد يمشي. يجي تاني يوم فيقول الصوره معلش وحشتني فانا عايز اقعد قدامها، فيفطر او يتعشى او يتغدى على حساب صاحب المحل، فاهم؟ فالراجل قال له لا خد الصوره والمسمار وارحل، لانه بسبب الصوره والمسمار ده اللي متعلق هو داخل خارج. رئيس هذا العالم يأتي وما عندوش مسمار عندي، ملوش حاجة عندي، ما يخشش. فاهمين الفكرة؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا عندي شيء. طول ما أنا سايب حاجة لإبليس عندي داخل خارج، رميت له كل الزبالة بتاعته، ملوش عندي حاجة. يأتي ليحاربني، بس مش يأتي ليدخل، فاهم؟ يأتي ليحاربني، عندي نصر وغلب عليه. ربنا اللي نصب رئيس هذا العالم ولا احنا؟ فين الآية اللي موجود أن نحن نصبناه، اجتمعنا وعملنا انتخابات وجمعنا الأصوات لا، فاهم؟ بخضوعنا لإبليس احنا جعلناه رئيس هذا. الغالبية اللي موجودة اللي ماشيه وراه جعلته رئيس لهذا العالم. اي انتخابات 51% يحكم، متهيألي غير المؤمنين اكتر من 51% بكتير، مش كده؟ بس سؤال تاني. حضرتك اشرت مرتين على الجزء بتاع يهوذا وانه الشيطان محفوظ في سلاسل، هل توصل حضرتك دول مجموعه من اللي سقطوا حفظوا في سلاسل، ولكن في مجموعة أخرى يعني حرة طليقة، ولا الكل حفظ في السلاسل دي؟ أشكرك. خليني أراها لأنها جميلة جدا. بيقول كده يهوذا 6، عارفين طبعا يهوذا صح واحد، فما فيش واحد واثنين وثلاثة. يهوذا 6، والملائكة، مش الملاك، والملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. في موضع تاني مش فاكر فين، لما بيتكلم أنه زهرة بنت الصبح لما سقط وخد معاه ثلث النجوم، فاهم قصدي؟ فكأنه بيتكلم أن ثلث الملائكة، هو كان رئيس ملائكة، فكل اللي تبعه دول راحوا معاه، فاهم؟ تمردوا معاه، عصوا معاه. هنا ما بيقولناش النسبة كام والعدد كام، بيقول الملائكة مقيدين في الظلام ليوم الدينونة، لنهاية هذا العالم. واضح وصريح، مش كده؟ فاحنا عارفين ما يكفينا من المعلومة. فإبليس كده ايه؟ مقيد، بالذات عننا، عن الذين ليسوا هم من هذا العالم. طب انا بقى بدي له حق على حياتي اكتر، ياخد، فاهم؟ طب انا بتعامل معاه يلبسني وابقى بوزيست، ما دي حريتي. وربنا هيقول لي ايه؟ وابليس هيقول لا هو عايز كده، هو انا ما ضربتش على ايده.
تاني ده القانون، يعني ده الحاجات دي نقدر لما نفهم القوانين اللي الله وضعها والحرية بنفهم ازاي ليه ابليس بيعمل كده وازاي ربنا بيسيب كده وليه، فاهمني؟ وفي نفس الوقت انا عندي سلطان باسم يسوع المسيح بقى نخرج شياطين وبنحرر الناس وبنفك قيودهم. فكل ده نقدر نفهمه لما بنفهم القوانين التي وضعها الله لحكم الخليقه. اسئله تانية. هايل، انا مبسوط يعني، مش حابس دم حد ولا ماشي. اتفضل. في الخمس مبادئ اللي هي بتاعه التلمذه، هو انا في الحقيقه انا كمان يعني انا كواحد انا مش حاسس ان انا ماشي على الخمسه او على الثلاثه او على اتنين. انا عايز بس تقولها لنا كده بطريقه مختصره، توجهها كده رساله ليا للخدام للكنايس، ازاي اتبع الخمسه دول بالترتيب؟ يعني مش واحد اتنين تلاته، بس ازاي اعيشهم، ازاي اطبقهم، ازاي ان انا يكون عندي انتماء كامل لاجتماعي لكنيستي لمجموعتي للناس اللي انا بتلمذها للناس اللي انا برعاها كويس، ازاي اكون محب لكنيستي ان انا واظب على الاجتماعات، مش بس اجتماع صباح الجمعه وبعد كده كل شهر او اجتماع الصلاه، لا يعني نفسنا نرجع زي الكنيسه الاولى. ففي دول خمس حاجات دول وجه لنا رساله، ممكن تكون رسالة تشجيعية تحذيرية. ده وعظ يعني، نوعظ يعني. معلش هو مش ده مكان الوعظ، لكن خليه أقول الخمس حاجات دول خمس قرارات. دي قرارات بأقرها لما بتنضم لشركة أو مرات لفريق أو كده، بيعملوا تعهد، أتعهد أن أنا ألتزم بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تعهد. أنا عايز أبقى تلميذ، أنا بمضي على الخمسة دول عشان أبقى تلميذ، تلميذ للمسيح، بمضي على الخمسة دول، أن أنا سأواظب، أن أنا سأنتمي لجسد الرب وللرأس، بأني أنا هسعى أني أضبط نفسي في كل شيء، بأني أنا عيش وديع ومتواضع. ما الخضوع هو التواضع، ما احنا قلنا الخضوع ده هو المراد بتاع التواضع. تعلموني اني وديع ومتواضع القلب فتجد راحه لنفسك. بعبر عن الوداعه باينه ان انا عايز اتعلم وقابل للتشكيل، لكن الخضوع ده بيبين انا متكبر ولا انا متواضع. ده تعهد يا جماعه، بتعهد بيه انا عايز ابقى تلميذ، بشيل منه اتنين تلاته بقى نص تلميذ، بشيل واحدة ببرك في الأرض، لا تلميذ ولا بتاع، تحك على روحي. ما أنا بقول مؤمنين كتار وخدام شالوا لقب تلميذ، فما بقوش تلاميذ ولا بيعملوا تلاميذ، فبقت معجنة. عندنا مؤمنين وخدام بس مش تلاميذ، فلا بيتغيروا ولا بيتصور المسيح فيهم ولا بيتهم مبسوط بيهم ولا المخدومين مبسوط بيهم ولا الرب فرحان بيهم. ده يا جماعة ده قرار شخصي، ده قرار شخصي يا جماعة، ده قرار. أنا عايز أبقى ابن فقبلت المسيح، أنا عايز أتمتع بالبنوة فلزقت في ربنا، أنا عايز أبقى تلميذ فتمسكت بهذه المبادئ، عشان كده سميناها مبادئ مش قوانين، مبادئ قيم، ومضيت عليها للرب، قلت له رب انا عايز ابقى تلميذ، بمضي اهو على اني اكون مواظب، مواظب مش بس على الاجتماعات، مواظب على الخلوه، مواظب مواظب على المائده، كان يواظبون على تعليم الرسل والشركه كسر الخبز والصلوات. عندي اربع حاجات ملهاش 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 بديل، فانا بمضي اني اكون مواظب، بمضي اني اكون، والا انا عارف اني هترفض من المدرسه ومش هبقى تلميذ. خلاص البادج ده الايدنتيتي الكارت ده، فاكرين الاربع كروت، ما بقاش، فبقيتش لا بتعلم ولا بعلم. مو تلميذ هيتعلم، مش تلميذ مش هيتعلم، هيسمع مش هيتعلم، هيقرا مش هيتعلم، هيصلي مش هيتعلم، لان هو ما بقاش ايه؟ تلميذ. فالموضوع مش وعظ، الموضوع بفهم انا عايز ابقى تلميذ، امضي على الخمسه دول وعيشهم،
دي إقرارات، دي إقرارات. وبنقول قائد المجموعة لو أنت تلميذ وعايش الخمسة دول بيبقى سهل تساعد مجموعتك يعيشوها لأنه شايفينها فيك، ولأنك طول الوقت بتراجع القيم دي وبتراجع الشخص. أنت مش مواظب، أنت نص نص في المواظبة، أنت ما بقتش منتمي، أنت مش حاسس إن إحنا عيلتك. طب إحنا عملنا حاجة غلط ولا أنت اللي عايز تبقى حر وما تبقاش عندك جماعة بتلتزم أمانها أنك تعيش حياتك وبتعترف أمامها بضعفاتك؟ هنيجي ده لما بنتكلم عن المجموعة. لكن لو أنا تلميذ هيبقى سهل عليا أخلي الناس اللي أنا بخدمهم التلميذ يصنع تلاميذ. لو أنا خادم مجموعة ومش تلميذ مش هقدر أعمل تلاميذ، مش هقدر، بضحك على روحي. فبيبقى درس كتاب، بيبقى مجموعة شركة، بيبقى أي حاجة، بس ما بعملش تلاميذ. ليه؟ عشان أنا مش تلميذ. تفضلي. حضرتك قلت انه ابليس ملوش عليا سلطان، انا مش من العالم، لكن انا مش من العالم، ملوش عندي مسمار. لو سايبه له مسمار هيبقى بيخبط ويخش. اتفضلي. فانت حضرتك قلت برضو انه ممكن يختار فيلبسه الشيطان. ايه يعني ممكن باختياري انا فيلبسني الشيطان؟ اذا اخترت امتى اختار ويلبسني الشيطان؟ لما بضعف يعني ولا لما بلجأ لعمل سحر؟ بقى احنا بنتكلم دلوقتي عن المؤمنين الملبوسين. ها هل في حاجه زي كده؟ احنا دايما بنقول انه المؤمن ما يلبسوش شيطان يعني، او ما يبقاش عليه، ما يتسلطش عليه، ملوش عليه سلطان. خلينا نخلي المؤمنين الملبوسين على جنب. ايه اللي بيخلي انسان ايا كان يلبس من الشيطان؟ يعني ايه اللي بيخلي في ناس تلبس من الشيطان؟ انها راحت لعرينه، انها فتحت الباب ليه، انها اعطته سلطان عليها. فبقى كلمه ملبوس بالانجليزي possessed، possessed يعني ممتلك، يعني بقى تحت سيطره. ابليس بيجرب الناس فبتخطئ، تمشي وراه بس مش ملبوسة. يعني الملبوس ده اداله سلطان اكتر عليه. افتكر احنا في دراسة المسيح كاتبين قايلين كده حاجة عن اخراج الشياطين والملبوسين والمقيدين، افتكر عندنا حلقتين عن الحكاية دي. لكن خليني الخصها بسرعة. واحد رايح لوسيط، اللي هم الناس اللي هم بتوع الصحراء، اللي هم مش الوايت ماجيك، البلاك ماجيك، اللي هم بنسموهم ايجنت، يعني وكلاء لابليس، عاملين صفقة مع إبليس إن هم بيشتغلوا لحسابه، شفعاء في مملكة الشيطان، وسطاء، خلينا اسمهم وسيط، وبيتكلم عنهم الكتاب. أنا رحت له عشان يفتح لي المنجل ويفتح لي مش عارف إيه ويقرأ لي الطالع ويفك لي السحر. أنا رحت الوسيط لإبليس، أنا أعطيت لإبليس إيه؟ مكان. أغلب الظن هطلع من المكان ده إيه؟ ملبوس. انا حضرت ارواح شريره اتيت بهم الي، اكيد هطلع من السيشن دي ايه؟ ملبوس. انا خفت جدا من ابليس. بلاحظ ناس كتير يقول لك خفت قوي فتلبست. ليه؟ لان اللي انا بخاف منه بعطيله سلطان عليا. فلما بترعب من عدو الخير جدا 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 بترعب منه، انا بقول له انت جبار انت قوي بيلبسني، لان انا اعطيته ايه عليا؟ سلطان. فانا يا انسان بسبب ارادتي الحره اللي بعطي لابليس سلطان. انا ممكن اعطي ابليس مكان، لا تعطي ابليس مكانا، لكن انا كمان ممكن اعطي لابليس. ده بيكلم المؤمنين، لا تغرب الشمس على غيظكم، ما تسيبلوش حاجه يدخل منها. ده مش اللبس، ده مش ببقى ملبوس، لكن ده بيلعب، بيكسر، بيهدم. لكن اديته سلطان عليا باني رحت له او خفت منه وترعبت منه او عملت معاه صفقة. بنسمع عن الحاجات دي معمولة وعهود بالدم والاخر، عملت الروحي حجاب، ها مكتوب فيها هشتك بشتك مش عارف ايه، انا امنت بقوة شيطانية عشان تحميني، فانا سهل قوي اعمل ايه؟ يحصل ايه؟ هتلبس. واضح الفكرة؟ بس احنا كده بنتكلم على الانسان العادي مش المؤمن. يعني كل الكلام ده ينطبق على العادي. مش المؤمن. مفروض بقى المؤمن عايش تحت سلطان الله،
ومش بيعطي إبليس أصلا مكانا، مش بيعطي إبليس إيه سلطان، فمفروض ما يتلبسش. مفروض يعني أنتم هيكل الله وراح الله ساكن فيكم. فمفروض بقى هو تحت سلطان الله، ومش بيعطي إبليس أصلا مكان، ومش سايب مسمار حتى عشان يخش يصبع عليه ويمسي عليه، فاهم قصدي؟ وأكيد مش هيعطي سلطان لإبليس عشان هو تحت سلطان إيه الله. ده الإيه المفروض. في مؤمنين بقى أو اسمهم مؤمنين بيعكوا بيعملوا إيه بقى ما نعرفش، اسألوهم. حتى لو هو حب يعك هو ينفع روح الله يفرقه؟ مش فارقه زي شاول ده العهد القديم ينطفي ولا يفرقه يا ابونا في مواقف معينة في ظروف معينة وممكن ده كان ممتلئ من الروح القدس. هو الملء في الروح القدس في العهد القديم غير الملء بالروح القدس في العهد الجديد. ده احنا الملء في العهد الجديد هو اللي بقى زي الملء في العهد القديم. يا جماعة قوانين الله العهد تغير، عهد الناموس بموسى أعطي النعمة والحق بيسوع المسيح تغير، لكن القوانين الإلهية ما بتغيرش، دي ثابتة. احنا مش فرق، أرجو نفهم ما بين العهد والقانون. القوانين اللي هي مطلقة منذ الخلق وإلى نهاية هذا العالم، توماتيكي توماتيكي. أشكرك حلاوة، الناس فاهمة. العهد الأول مع آدم، العهد مع نوح، العهد مع إبراهيم اللي هو عهد الله مع إبراهيم اللي هو عهده معنا في العهد الجديد، وده كان سابق لعهد موسى. شرحنا الحكاية دي تفكرين في العهود والآخر، فاهم؟ فالعهد بتاع الناموس ده لم ينسخ العهد الأصيلي اللي مع إبراهيم اللي متعلق بالمسيح اللي هو العهد الجديد. فأنا عندي عهد قديم وعهد جديد، بس العهد الجديد ده سابق للعهد القديم لأن ده كان مع إبراهيم قبل الناموس، مظبوط؟ ده ملوش دعوة بالقوانين، ملوش دعوة بحرية الإنسان. ده بيحدد العلاقة بيني وبين الله، مش بيتكلم عن حر الإنسان، حر ولا لأ، الإنسان مسؤول ولا لأ، بأثر في الآخرين ولا لأ، بعطي سلطان لإبليس ولا لأ، بعطي سلطان لله على حياتي ولا لأ. فما تدخلوش الحاجات دي بعضها، وإلا الحاجات هتلبك، فاهمين؟ هتلزق في بعض تفضل. سوري، هي الآية بتقول إيه؟ أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم ولا يسكن فيكم؟ ساكن. طب خلاص ساكن، خلاص ساكن. بقى ده مقيم. هو ينفع يمشي؟ لو أنا مشيته ما يمشيش؟ هو مين دخله؟ هو ده يعني سيبك بس، يعني إيه؟ انسى بقى، أنت سمعت إيه قبل كده وأنا بقول إيه دلوقتي؟ إحنا بنتكلم بالعقل دلوقتي. هو مين دخله؟ أنا أقدر أمشيه ولا فاقد الإرادة ما أقدرش أمشيه؟ يعني هل أنا بعد الإيمان ما بقاش عندي إرادة إن أقول لربنا بمعرفة طرقك لا أوصر؟ هل أنا ما عنديش القدرة إني أرفض المسيح وأرجع أعيش في الخطية؟ أنا بحس إن أنا بقاش عندي، بس عندي ولا ما عنديش الحرية؟ ما بقاش توجه يعني، هل ده طبعا أنا بتكلم عن ممكن أطفي الروح، أنا بتكلم عن مبادئ الحياة. أنا عندي هذه القدرة ولا ما عنديش؟ عندي. ولا فقدتها؟ عندي. يعني هل لما قبلت المسيح فقدت حرية الإرادة ولا لازالت عندي حرية الإرادة؟ لازالت. كويس كويس. هل حرية الإرادة دي ممكن تخليني أرفض المسيح وأرفض النعمة وأستقل بنفسي وأقول حتى ربنا مش موجود ولا لأ؟ تبقى للآيات اللي في القرينة، لا ما ينفعش أعمل كده. فين الآيات اللي في القرينة اللي بتقول ما ينفعش؟ أنا عندي آيات كتيرة في القرينة بتقول إنه ينفع جدا، بس أنا بتكلم بالعقل، بالعقل انا عندي القدره دي ولا لا؟ عندي طبعا. حر الاراده في احتمال تحصل ولا ما فيش؟ المفروض فيه، في احتمال تحصل. مفروض ما تحصلش. ليه؟ لان انا باختياري تركت العالم وامنت بالمسيح، مظبوط؟ تمام. لكن لازال عندي الايه؟ الحريه اني اترك المسيح وارجع للعالم، مظبوط؟ تمام. عندي هذه الحريه. مفروض ما تحصلش لان باختياري عملت كده، بس اختياري ده لازال موجود، مظبوط؟ صح. هل الكتاب لغى الاحتمال دوت؟ لغاه؟ ابدا ما لغاهوش. وبيقول ان اذا ارتد لا تصر به نفسي، وبيقول لسنا من الارتداد لهلاك النفس بل من الايمان لاقتناء. فبيقول انه المفروض ده ما يحصلش، لكن احتماليته لازالت ايه؟ موجوده. احتماليته لازالت موجوده. نظريه الاختيار لغت الاحتماليه،
اللي لغى احتمالية عدم أني أنا أرتد وأسيب ربنا نظرية الاختيار. ليه؟ لأن نظرية الاختيار أنا مش بكيفي جيت لربنا ومش بكيفي أسيبه. أنا مش بكيفي جيت ومش بكيفي أقدر أسيبه، لأن المسيح دفع تمني وتمنه مش هيروح حضر، باخد بال حضرتك؟ فأنت هتخلص هتخلص، زخت كده زخت كده، هلطشك وحجيبك حجيبك، لأن مش بكيفك جيت ومش بكيفك تهلك. نظرية الاختيار هي اللي لغت إمكانية أن المؤمن يرتد عن الإيمان ويترك المسيح، نظرية الاختيار. بس لو أنا لغيت نظرية الاختيار احتمالية أني أنا أرتد موجودة، وأنا أحذر كل مؤمن يعيش مع المسيح أنك تستطيع أن ترتد وتهلك إن ارتديت وتركت الإيمان. مش إنك أخطأت، مش لو ضعفت، فارق إني ضعفت وأخطأت وتمرمخت في الخطية، وفارق إن الارتداد، الارتداد إني أرجع أقول لربنا بمعرفة طرقك لا أصل، أنا مش عايزك حل عني. وعندنا آيات كتيرة بتقول في الكتاب إن ده حصل في حياة مؤمنين في العصور الأولى، لا لا في العصور، في العهد الجديد، والكتاب بيتكلم عنهم وبيحذرنا، وبيحذرنا إنه ما خلي بالكم زي ما في العهد القديم إنه ما بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أن البعض قد خاب منه، وإن ده كتب عشان لتحذيرنا. اللي قاله الأخ ماهر صمويل عدة مرات اتجدد وتمدد كارثة، اتجدد وتمدد، انت قبل المسيح وبعد ايه ايه يعني نام بقى خلاص، يعني خلاص انا مش اهلك، كارثة كارثة. اللي عمل هذه الفرضية هي نظرية الاختيار. شيء نظرية الاختيار يبقى الارتداد قائم. عشان كده لازم نبقى حذرين يا جماعة. خضيتك تاني ولا؟ لا، هو أكيد التوجه بتاعنا مش إن أنا أغلط وأتمرمغ في الخطية والحاجات دي، لكن ممكن يكون في حاجات سهوات، وده اللي كان عشان كده بقول. لا، انا بقول حتى ان انا اغلط واتمرمغ في الخطيه انا لسه ما ارتدتش، بس لما بغلط واتمرمغ في الخطيه سهل بعد شويه اعمل ايه؟ ارتد وافقد وارفض النعمه. لكن دي اللي مش تبعها، اللي اذا سقطت اقوم، اذا سقطت اقوم، اذا سقطت اقوم، لا تشمت بي عدوتي. لا بالعكس، ده المؤمن اذا سقطت اقوم، ده المؤمن هو اللي سقط يعمل ايه؟ يقوم، مش إذا سقط يتمرمغ. ده المؤمن اللي عايش بالتقوى إذا سقطت أقوم، يعني المؤمن اللي عايش بالتقوى هو إذا سقطت أقوم، ما بتمرمغش. المؤمن الجسدي الضعيف لما بيقع بيعمل إيه؟ يتمرمغ شوية وبعدين يفوق لروحه فيقوم، وبعدين يقع يعمل إيه؟ يتمرمخ شوية، فهم، يعك شوية وبعدين يرجع، فهم، وبعدين يخاف انه يضيع خالص فيرجع شويتين كده ويلم روحه احسن ايه، يتزحلق قوي ويروح طالع بره النعمة خالص، فهم، المرمغة دي، البهدلة دي، وبعدين يخلص كما ايه في الاخر، يخلص كما ايه، يخش كده صلط ملط، ما فيش حاجة خالص، صل كده 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 زحلقة يعني، دخل كده كما بنار، لما في اليوم الأخير يمتحن حياته ما تطلعش غير أنه فاضل عنده أنه آمن بالمسيح وفضل متمسك بإيمانه بالمسيح، فاهم؟ ما فيش حاجة خالص، لا ذهب ولا فضة، ما بناش حاجة خالص، حياته ما تبنيتش خالص، ما فيش خالص، ما فيش أي ملامح. اللي ارتد قصة تانية، ده رفض الإيه نفسه؟ الإيمان، ده رفض الإيمان. انا واضح، انا بشرح بس ال different phases، الحالات المختلفه لحياه المؤمن بحسب وصف الكتاب، وممكن طبعا ناخد وقت ونطلع ده من الكتاب واحده 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 واحده. يعني احنا دورنا كمؤمنين انا ادرب نفسي طول الوقت، يعني وقعت بقى ما وقعتش، انا قاعد ادرب نفسي وباصص على المسيح، فبتجدد واتشكل طول الوقت. طبعا انا وقعت ما وقعتش، يعني مش هو ده الاساس اللي انا اركز فيه وانا باصص رافع ايدي فوق بس. طبعا طبعا، وده اللي بنقوله، وده اللي بنقوله ان انا صراعي الحقيقي مش اني ما غلطش، صراعي الحقيقي اني ناظرين مجد الرب نتغير،
لان ده اللي بيخليني اكبر اكبر، وكل ما بكبر ببعد خالص عن الوقوع، والوقوع بيقل. زي طفل بيقع كتير، كل ما بيكبر وقوعه ايه بيقل، لما بيكبر بس ممكن يقع بس بتقل قوي، صح؟ طبعا لغايه الشيخوخه ده موضوع تاني، بنرجع للطفوله تاني، لكن يعني بتكلم عن دي نفس في كل ما انا بكبر مع ربنا المسافه بيني وبين الغلط بتبعد قوي، وعدد مرات السقوط بيبقى قليل جدا، ومش بتوب بعد شويه، ها بتوب في الحال لما بغلط، لاني لا اطيق اني اتلوث بالنجاسه، ما مستحملهاش. فهدفي اني انمو في معرفته، اني بصص عليه مش بصص على اخطائي، مش بجاهد ضد الخطيه، بجاهد في اني اتغير. كل ما اخطائي بتقل جدا وسقطاتي بتقل، والمسافه ما بين اني بقع وبقوم بتبقى ثواني مش ساعات، ثواني مش ساعات. ليه؟ لاني مش عايش لحياتي خالص، مش عايز ومستمتع بربنا، فايه اللي يخليني افقد هذه المتعه باني بطين؟ يعني ده طين خلاص بالنسبه لي، ده طين. اوكي عزيزي المشاهد، احبائي اشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقه، الى ان نلتقي في حلقه اخرى. يسوع معك. مجدست المسيح. عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. الى ان نلتقي، ربنا معك.